أثابكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من صلى في ثوب به بول حيوان لا يدري أبوله نجس أم طاهر، هل يعود الصلاة؟ نعم. ما حكم من صلى في ثوب به بول حيوان لا يدري عن هذا البول، هل هو نجس أم طاهر؟ هل يعيد الصلاة إذا تبين له نجاسة بوله؟ إذا كان صلى فيه وانتهى صلاته صحيحة، لأنه لا يعلم أنه نجس. أما قبل الصلاة ما بعد صلى، فالأحوط أنه يغسله، الأحوط له أنه يغسله احتياطا. نعم.